سنة 2017 للتحول نحو جماعة من الجيل الثالث لضوء نظرية الأمن القومي الشامل، وهذه الخطة الاستراتيجية كانت مصحوبة بخطة تنفيذية زمنية، واشتغلنا على الخطة ديت وقدرنا إن احنا ننشر الأفكار الجديدة المتعلقة بجماعات الجيل الثالث، واتخذنا سياسات بتطبقها الجامعات العالمية، وأيضا اشتغلنا على معايير التصنيفات الدولية. يعني بكل بساطة درسنا التصنيفات ديت وشفنا المعايير اللي هي بتستند ليها واشتغلنا عليها من خلال فرق عمل مشكلة على أعلى مستوى ومتابعة مباشرة مني لهذه الخطط وهذه الفرق من أجل تنفيذها. توسعنا كثيرا جدا في البحث العلمي وفي إيجاد حوافز غير مسبوقة للباحثين لمساعدتهم على التفرغ. أيضا قمنا بتزويد الجامعة بكثير جدا من الأجهزة الحديثة والمعامل، وآخرها معمل الأمان الحيوي بكلية الصيدلة. هذا المعمل يمثل إضافة كبيرة جدا لمجال البحث العلمي، علاوة على أن احنا أنشأنا أول مجلة للعلوم الإنسانية والاجتماعية دوليا. جامعة القاهرة ما كانش فيها مجلة دولية في العلوم الإنسانية والاجتماعية. جامعة تصنيفها إيه يا دكتور حوشت؟ كل الكلام الرائع ده خلى جامعة تصنيفها إيه؟ آخر تصنيف ظهر خلال الفترة الماضية هو تصنيف التايمز لتحقيق اهداف الامم المتحده للتنميه المستدامه. حضرتك في 17 هدف للامم المتحده للتنميه المستدامه، مثل الحد من الفقر، مثل الحد من الجوع، الصحه الجيده، التعليم الجيد، المساواه بين الجنسين، المياه النظيفه. كل هذه المعايير احنا اشتغلنا عليها بكل قوه. احنا كنا خارج هذا التصنيف تماما، يعني جامعه القاهره لم تكن موجوده قبل هذا العام في تصنيف التايمز الذي يصنف جامعات العالم طبقا ل 17 هدف من اهداف التنميه المستدامه للامم المتحده. ده كلام محترم. احنا ده فيما يخص بقى مستشفى 500 500. بس هكمل لك دي واروح ل 500 500. احنا مش دخلنا التصنيف ده بس، لا احنا في ثلاث معايير داخل افضل 100 جامعه عالميه. احنا بداخل هذا التصنيف بافضل 100 جامعه عالميه في ثلاث معايير: في معيار الطاقة النظيفة، في معيار القضاء على الفقر، في معيار الحد من التمييز. واتمنى في التصنيف النهائي بقى خالص نبقى من افضل 10 و20 و50 جامعة على مستوى العالم، وانا بتمنى ان حضرتك تستمر في هذا المنصب اللي انت بتقدم فيه، فعلا شيء رائع جدا جدا لجامعة القاهرة علشان جامعة القاهرة تاخد خطوات. قول لي بقى مستشفى 500 500 يا دكتور. 500 500 كانت احد الملفات بالغه التعقيد، وكانت خارج سيطره جامعه القاهره حتى شهر ديسمبر 2019، لكن احنا الحمد لله تمكنا من استرداد مستشفى 500 500 واصبحت خاضعه لاداره جامعه القاهره، واستطعنا الحمد لله خلال عام واحد ان نحدث انجازا كبيرا في تطور انشاءات معهد الاورام الجديد 500 500. ولعل حضرتك ترى شيء رائع جدا ما حدث في معهد الاورام الحقيقه، يعني طفره غير عاديه الحقيقه، يعني ويعالج كل الناس مجان من كل حته في العالم العربي ومصر الحمد لله. وايضا احنا قلنا بدل ما نشتغل على المشروع الكبير، المشروع الكبير بيضم حوالي 1014 سرير وده مشروع ضخم جدا، فقلنا نمشي على نظام المراحل. فاشتغلنا في المرحلة الأولى وتحت رعاية السيد الرئيس وتحت إشراف السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير التعليم العالي، وفعلا بدأنا في المرحلة الأولى، والمرحلة الأولى بتضم في الحقيقة 85 سرير، وده غير بقى علاج اليوم الواحد. علاج اليوم الواحد بيضم 214 سرير، هي مستشفى متكامل سواء من حيث العيادات الخارجية أو علاج اليوم الواحد بكل الوحدات بقى، في جناح العلاج الكيميائي، في جناح العلاج التلخيصي، في وحدة العينات، في وحدة المناظير، أيضا استقبال الطوارئ 24 ساعة، في 28 سرير أطفال. مسألة مهمة جدا، يعني علاج الأطفال داخل في هذا الإطار. وتعتبر مستشفى 753 بتاعتكم، لأن اللي عملها معهد الأورام وكل أساتذتها من معهد الأورام، فهي عمليا هي تبع جامعة القاهرة يعني في كل حاجة يعني. زمان يعني هو فعلا جامعة القاهرة يعني أصلا مواكبها من أول لحظة، كل الأساتذة اللي فيها وكل الفكرة بدأت من جامعة القاهرة ومعهد الأورام يعني. دكتور مظبوط. آخر أبحاث هي
يعني 57 ليست تحت ادارتنا. ايوه انا عارف انا عارف، انما المظله العلميه والفنيه وكل شيء هي جامعه القاهره. دكتور اخر ابحاث كورونا عندكم في الجامعه ايه يا دكتور؟ الحمد لله احنا كنا جامعه القاهره لله السبت في تشكيل خمس فرق بحثيه على اعلى مستوى، وخمس فرق بحثيه في الحقيقه حققوا انجازات ضخمه، من اهمهم فريق بقياده الدكتور عبد الرحمن ذكري استطاع ان يحقق اكتشاف للجينوم وللسترينز السلالات الموجوده في مصر بالتعاون مع مركز الطب التجريدي بالقوات المسلحه، وفي هذا الاطار حقق انجازات ضخمه مكنتنا من التعامل مع السلالات المختلفه، خاصه ان احنا عندنا الجانب الطبي في مستشفى الفرنساوي. مستشفى الفرنساوي الحقيقه محقق نتائج كبيره جدا، يعني ما شاء الله تعادل النتائج العالميه. مستشفى الفرنساوي، احنا كمان عندنا مستشفى اخر ومستشفى الباطنه للعزل وبنستقبل فيه حالات المختلفه، ويعني يد بيد مع الدوله المصريه. وفي اخر فتره احنا استقبلنا 30 حاله من محافظه الجيزه في مستشفى العزل، علاوه ايضا على ان الباحثين في الفرق البحثيه الان انتجوا ربع انتاج مصر من البحث العلمي في مجال ابحاث كورونا. فان جامعه القاهره وحدها تنتج 25% من مجموع انتاج مصر في البحث العلمي، طبعا ده شيء رائع احنا بنشكر ربنا سبحانه وتعالى عليه. دكتور الامتحانات امتى؟ وهل هتبقى اونلاين ولا تشيت ولا ايه بالظبط يعني؟ الامتحانات ان شاء الله في اول 6، وهي بتجمع نظام التعليم المدمج والهجين اللي بيجمع بين الاونلاين وبين الحضور حسب الاختلاف النوعي بطبيعه الدراسه. فالمواد التي تسمح بالامتحانات اونلاين هيبقى كلها اونلاين ان شاء الله، لكن في بعض المواد اللي هي لها جانب تطبيقي وعملي دي هتكون حضوري مع مراعاه كافه الاجراءات الاحترازيه. والكليات الحمد لله بدات تعلن الجداول المختلفه والطلبه بيستعدوا، وانا كنت حريص مع زملائي العمداء على ان احنا نسيب فاصل زمني كافي بين الدراسه وبين الامتحانات حوالي اسبوع، وان شاء الله نكون داخلين على موسم امتحانات موفق كما اعتدنا مع ربنا سبحانه وتعالى في هذا الاطار. اتمنى قريب ابارك لك يا فندم على تجديد رئاستك لجامعه القاهره، لان انا اظن من متابع واحد من المتابعين ان ادائك في اداره جامعه القاهره حقق انجازات كبيره جدا. اتمنى ان تستمر مسيره الانجازات بتاعت حضرتك. دكتور محمد خشتو رئيس جامعه القاهره بشكرك شكرا جزيلا يا فندم. كمان معايا على التليفون الاستاذ الدكتور احمد المفتي العضو